هنا الأخت أم محمد من مصر تقول: توفي شخص وعنده زوجتان، فما نصيب كل زوجة علما بأن إحداهما لها أولاد والأخرى لم تنجب؟ وجود الأولاد في إحدى الزوجتين لا يمنع من ميراث الزوجة الثانية، والزوجتان تشتركان في الثمن لأن المتوفى له أولاد، فنصف الثمن للزوجة الأولى والنصف الثاني للثمن، نصف الثمن الثاني للزوجة الثانية. ووجود الأولاد عند إحداهما لا يمنع الثانية من الميراث، وإنما الأولاد يرثون بحسب نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.